ولمزيد من المتابعة والتحليل لا ينضم إلينا هاتفيا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، كيف تابعت مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الأمريكية الإفريقية وما شهدته زيارته لواشنطن من لقاءات على هامش انعقادها؟ أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا قمة مهمة وبتعكس أن هناك رغبة من قبل الرئيس السيسي للعمل على وضع خارطة طريق للعلاقات الأمريكية الأفريقية، على اعتبار أن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، وعلى اعتبار أن مصر ومنذ تولي الرئيس السيسي سدة في الحكم في العام 2014 دأبت على وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والعمل على تحقيق أكبر الاستفادة الممكنة للقارة الأفريقية، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. وده شهدناه في من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019 وتوقيع الإطار التنفيذي للاتفاقية القارية الحرة اللي بتخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة وبحجم استثمارات يتخطى 3.4 تريليون دولار. وبالتالي تسعى الدولة المصرية إلى تعظيم العمل العربي الأفريقي الأمريكي، على اعتبار أن الدولة المصرية هي دولة محورية تحوز على ثقة العرب، وأيضا دولة شرق أوسطية لما لها من ثقل كبير، وهي في الأساس قلب القارة الأفريقية. وبالتالي الدولة المصرية من خلال علاقتها الجيدة مع الإدارة الأمريكية التي شهدت تطور كبير في العقود الثلاثة الأخيرة في كافة المجالات سواء سياسيا أو عسكريا، وده اللي شهدناه من حجم الزيارات التي تمت بين الرئيس السيسي في أمريكا وبين الكثير من القوى الفاعلة في الداخل الأمريكي، التي تؤكد على أن الدولة المصرية منفتحة على صناع القرار داخل الدولة الأمريكية. زيارة مهمة مع وزير الخارجية الأمريكي وأيضا لويد أوستن يعني وزير هناك الدفاع، وزيارة مهمة للبنتاغون، ثم بعد ذلك لقاء مع قادة المنظمات اليهودية ولم ينسى سيادته القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية. صحيح. وأيضا زيارة مع رئيس البنك الدولي وغيرها من الزيارات الهامة التي تعكس أن الدولة المصرية مدركة لما تقوم به من أنها داعمة للاستقرار في منطقة مهمة وفي قارة مهمة وهي القارة الأفريقية. طب دكتور حامد، كيف قرأت تأكيدات الرئيس السيسي بشأن الارتباط الوثيق بين الأمنين الغذائي والمائي والتجديد على اعتبارهما أمنا قوميا؟ يعني قولا واحدا، لا يمكن فصل الأمن القومي المائي عن الأمن القومي لأي دولة، على اعتبار أن الدولة المصرية ومن خلال دورها الريادي والمحوري وسياستها الحكيمة والرشيدة التي تتعامل بها مع الأزمات التي تمر بها دائما وأبدا ما تضع نصب أعينها، أن هناك رؤية حقيقية لإيجاد طرق سلمية لحل الأزمات وعدم تصعيدها لما لا يحمد عقباه. وبالتالي الدولة المصرية تسعى وبشكل كبير إلى إيجاد حلول سلمية فيما يخص القضية الهامة التي تمثل يعني رؤية حقيقية للدولة المصرية من خلال إيجاد اتفاق قانوني ملزم وعادل ما بين الدول الثلاث، مصر والسودان وأثيوبيا. وأيضا ليست قضية سد النهضة فقط، على اعتبار أن القارة الأفريقية تعاني الكثير من التصحر، وهو ما شهدناه من خلال استضافة مصر لقدس 27 وكيف كانت الدولة المصرية ملمة ومدركة لخطورة هذه القضية. وده اللي أشار إليه الرئيس السيسي في كلماته في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأكد عليه الرئيس بايدن والرئيس السيسي في قمة المناخ، على اعتبار أن هذا المحفل الدولي الذي شارك به أكثر من 120 دولة يؤكد على أن الدولة المصرية لا تترك محفل دولي لعرض القضايا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا هاتفياً.